شنو برجك بالله؟ حسب رايك شنو برجي؟ سكوربيون. يحكي شو عرفت؟ طبيعتك كيبا خاطر. قال لك معاه كونسير. معناك عندك زوج صحاب ولاد. اي زوكم على الحقيقة حتى كان باش نولي نهار اون كوبل راهو باش نقطعهم. نقطعهم نقطعهم. نسأل فيك يا ودي نسأل فيك شو بيك؟ قدر الله تتخطب ولا موضوع معناها قدر الله تتخطب سعيد الحظ معناها فهمت باش تقول له راهم هذوما باش يجي معايا في الزيت فماش حجر هنا تحطوه بدنا نشوف فيه هذي قلت لك سعيد الحظ نهار اخر معناها باش تقول له باش نجيبهم معايا في الزيت ولا كيفاه مانيش باش نجاوبك جاوك باه جاوي ماهوش باه هذو مزوز ما يعرفوش بعضهم بيناتهم حيط وحد ما يشوف في الاخر باش يحاولوا يتعرفوا على بعضهم اتخافيغ مواضيع كيما العرس اللايف ستايل وبرشا حاجات اخرين وفي الاخر قبل ما يشوفوا بعضهم باش يقروا اذا كان باش يخرجوا في ديت اخر ولا لا عسلامة عسلامة صافا لاباس عليك؟ الحمد لله انت لاباس الحمد لله شو اسمك؟ هدى وانت؟ عزيز نتعرفوا عزيز وبيك هدى اسمعني هدى قد عمرك؟ اي نعم 21 21 يعني 25 باش تعمل في الدنيا؟ نقرا باش تقرا؟ اجون دو فواياج اي بيتري وانت؟ فهمتك ماستر دروا سنة ام دو قولي هدى ستريسي صافا شنو الجو عندك؟ شوي شوي نورمالمون صافا جوك باهي تدخل في الجو ان شاء الله جوك باهي شنو جاك هدى؟ جو فيغ وانت؟ والله حاجة روز نورمالمون فريز فريز؟ أقريب ولا شنقوم ولا يا حاسين روز أنا مونت مونت أوكي تحب زوكا؟ باهي نسير قبل ما نمسخو قبل ما نمسخو بالحمير مارس عليك باش نشرب من الكيس خاطر باش نمسخ لك الباقي مسخ مسخ جوك باهي تيا مارس عليك هيك ميرسي سينو هيلين المخالب اللي مركبت مخالب ناتوريل ولا فوزونغل ولا كيف لا فوزونغل عطيني قلت و سينو مش مخالب راه طيحت لهم قدر تي باين باين حاسين معناها كتستحقهم تلقاه و سينو في اللايف ستايل كيفاش نهارك يتعدى شنو تعمل والله توا بيسكو سيف معناتها الأكثرية في الدار نخرج مع أصحابي وكهو معناها مش قادمة في حاجة أخرى أما في القراية حاجة أخرى معناها يبدأ روتين كل قراية نروح تخرج مع أصحابك في الصباح بالليل لا لا في عشية مخرج زين سبعة كيكة وين تمشيو؟ نخرج ونعملوا قهوة نعملوا دورة اسمع سيدك ترون كثير معناها تحب حاجة أخرى؟ لا ما نحبش تعمل مع أصحابك أنت حاجة أخرى بردورة ولا قهوة؟ ليه ليه قهوة ونعمل دورة حتى هذاك حد معنا عم نخرج معنا في الليل نعمل دورة نقهوجو نبحر ساعات نمشيو نسهروا كتويتي رغم اني مجاوي برشا سهريات اي سنة انت تسهر معناها نعي ساعات الحقيقة مش جمع ساعات متاع قديه مرة في النهار مرة في الجمعة ليه مش مرة في النهار كيكا كتويتي مع أصحابي كي نبدأ قلقة نخرج وتتحليت معنا اي هكيكا وتتحليت وشنو مناوحهم السهرية دف دف ولا كيف الحقيقة الأكثرية تكنو تكنو هيل هيل ياسر تسمع تكنو انت والله الحقيقة ريت اي واحد تسأل وش تسمع في تونس يقول لك نسمع كل شيء ما نسمع كل شيء لتكنو نسمع راي عليه والله تحسوا مش متاع تسمع كحاجة هكا وتتبننها تحسوا ما لازمكش تكون صاحي كي تسمع واني ماذا بيا نكون صاحي راه هكا ليش لازمك تبدا تعمل باش تسمع التكنو انت تسمع عادي معناها باش تشطح بيه ولا كيفاه باش تراك التكنو يعطي انرجي راهو ما يعطيش حاجة أخرى معناها يعطي انرجي؟ اه الانرجي شنو؟ انرجي كي تسمع هكا مع الدوف دوف كيما قلت انت يعطيك هكا انرجي متاع نعرفش كل واحد وكيفاش انا يعمل لي انرجي الحقيقه نعرفش انرجي اش تعمل بها معناها اش يعملوا بها الانرجي بالله باش تشطح معناها اي تشطح عادي دونك الحاجه اللي تطلبك في سهريات معناها انك تمشي تسهر تشطح تعمل لك السيورات مع اصحابك كيكا نايا كيكا وتمشي اون جروب اي باز مخلط معناها ساعه ساعه قداش مخلط كيكا الريشيو بين بنات وولاد لا 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 يبداو متعادلين نفس البنات نفس الولاد وساعات نخرج مع أصحابي البنات وحدنا راه
با فورسيمون لازم معنا اولاد ولا يبداو مخلطين. هيليس واصحابك القراب برشا اللي تعتبرهم معنا شلتك تقريبا بنات ولاد مخلطين كيفاه؟ الحقيقه ما عنديش برشا اصحاب راهو احسن الله يحسن عليك برسم اصحاب في تونس راك ما عندك ما تعمل بيهم معنا. وانت عندك صحبات بنات ولا لا الحقيقه لا قبل كانوا عندي اصحاب الحقيقه من بعد حسيتها معناها فما برشا حاجات ما يركبوش على بعضهم عرفت فما ديناميك معينين في الصداقات هذيك كلي ما تمشيش دونك ماذا بيك تكون الصاحب اللي باش تعملو يا يقدم بيك يزيدك في حاجه سينو راها زايده هذا كان يمثل فيك معاك في هذا معناها ساعات راهو ليك صحاب مش بالضروره يكونوا باش يزيدوك حاجه ولا باش يقدموا بيك القدام ساعات تلقى صحاب راهو يقفوا معاك ويحبوك ويسبورتيوك على اي حاجه تعملها ديجا هذيك يتسمى معناها عبد لازم معناها يكون عندك عبد هكاك في حياتك فوالا لو فيت انه هو يقف معاك ويسبورتيك راهو هذيك يتسمى يقدم بيك يتسمى قاعد يزيد فيك في حاجه معناها صحيح فوالا وانت عندك عبد هكاك لا خير كلها لا تسبورتي لا تقدم بيك لا شيء عندي زهر عليك شويه أبي مصحش ما عندك صحاب درجة تالي؟ لا قلت لك عندك كالعاب اللي ديما معاك ويقف معاك وتلقاه يسبورتي فيك وكل قلت لي ما عنديش قلت لك عندي زهر عليك ماني هنا عندي أي فوالا هيك المشكلة أنت بكري عندي شوية عندي عبد أنا مش صحاب برشا هكاك أي راك بكري قلت لي ما عندك صحاب معناها قلت لك بدينا نفوتوا من تو رجعوله باللي قلت ما عنديش برشا صحاب ما قلتش ما عنديش صحاب معناها عندك عبيت ميور أمي هكاك إي عندي عبد ميور أمي عبد زوز يا ربي زوز بنيت ما علاش السؤال هذا؟ ثقافة عامة ثقافة عامة ثقافة عامة لا علاش الكذب زوز ولاد زوز ولاد ما شاء الله معناها نتلم ونعملوا ايكيب تاع هون معناها كيف تعملوا لي نجموا كيكا نجموا نتقابلوا ونعملوا قهوة وكل ما يقلقش نتقابلوا ايه معاك انت قل ما نقول نتعرف عليهم نتعرف عليك علاش معناها ما عندك صحاب بنات؟ لا عندي صحبات بنات علاش قلت لك ما عنديش صحبات بنات؟ قراب؟ قراب اي هذي مش ضيعني مرة ما عندك صحاب أمان أمان قلت لك ما عنديش برشا صحاب ما قلتش ما عنديش صحاب بس سينو أبار الصحاب والسهريات شنو تعمل آخر ماني عندك هوايات عندك حاجات مغرومة بهم ولا الحقيقة مغرومة أي باش مغرومة توسكي مكياج وبوتي وكل لك نقعد ساعات نقعد مكياج روحي نقعد شعري هذيكم حاجات مغرومة بهم ويعملوا لي ما تنفرح كي نعملهم كهو ودانس هذا كيف يعجبني برشا نعمل بيه جو فهمتك وانت باش مغروم؟ تفرج سيريات، أفلام، وان بيس برشا حاجات معناها دوكيمنتريت حتى معناها ساعات واحد يفدك يشرشي شوية كيك على الجو معناها هذه نوعا ما تسمى هوبي سينما كيما الناس كل المكياج الحقيقة مش جوي فهمتني؟ كان حبيت عاد مكياج وقعد نعطيك وقتها صحيح سينو ما عندكش معناها غرام أبار المكياج والدانس رغم اللي راهو دانس حاجه باهيه معناها منه سبور ومنه ارت معناها ما نتصور لازم فما حاجه اخرى عندك غرام باهي لا وتترينا ما تترينيش لا ساعات مش ديما هكا عفتك ندخل ونقص ندخل ونقص كل مره كيفاه عطيني بريسك كيك نشد ساعات بيريود وجي بيريود اللي ديسيبليني تيح شويه دونك ترتاح شويه شو تترينا بالضبط والله كنت عاملين ونترينا بوكس وحديد معناها مسكولاسيون وبعد سنين معناها مسكولاسيون كهو وحديد كهو حتى انا يعجبني البوكس زاد على الاخر بلاه؟ لا ظاهر من يديك متاع بوكسور بصراحه باهين لا يدين بوكسور لا ولا لي مغرومه بالبوكس انا ذكرتها مش مغرومه كالغرام الكبيره ما يعجبني كتحس ويخرج لي الانرجي الخايبه الكل ترينيته قبل جربته ولا لا في الدار فاش كنت تضرب في الدار في الساك عندك ساك تاع بوكس في الدار؟ ايه هاك مغرومة بالرسم يعني عندك قونيت تضرب فيهم ولا؟ ايه عندي منهم مالي وقتها نذكر قعدت نضرب من غير كما ولازمك تحط كالبونداج وتحم بعدي كتلبس وقتنا وقتها ضربت ومن غير دي البونداج يخي داية من هنا عم نجيبش مواليك طان واليك من هنا من هنا ومن هنا ومن هنا كلها اللي تحمره بالدم وكل يخي من وقتها ما عادش تدينيت فهمتكي لازم قونيت معناها خطر الساك راهي كاسحة برشا معناها ايه إذا يبيك نجم تمشي حتى معناه أبار سويفك حتى الريست متاعك المعصم نجم تضرب لك رف أي صحيح بيه هيلي ياسر معناه بوكسورة وتماكيج ودانسي هيلي ياسر الحقيقة كومبو محلية كومبو يخوف صراحة يخوف معناه ما شاء الله ملتي تاسكي معناه شنية برجك بالله حسب رأيك شنية برجي سكوربيون يحكي شو عرفت حتى
بيعتك كيف خاطر قلت لك معاه كونسير ريت كيفاش معني انا سايب عليك من التنجيم و... اي سكوربيون كونسير زوز كيف كيف قلت لك معاه كونسير من اليو شقابلك هاي شبيك عندك بيه عسكت اني واحد منهم صدق طوينا سكوربيون ولا ليو ولا ولا باش نقول كابريكور ليش نوريك ماني حبيت نوريك اللي السؤال هذا ما عنده حتى معناها فهمتني تنجيم ليزي حرام ليزي فتنه معناها نتاع 2000 عام التالي دي بانكت معناها الموضوع ماهوش حاجه تنجم تقيم بها بيرسوناليتي نتاع عبد عرفت ليه اه ما انا مش نسال فيك باش نقيم بيرسوناليتي نتاعك انا باش نشوف لوغوسكوب نتاعك شنو هي باش نشوف اسكو عرفت عبدك قبل نفس لوغوسكوب نتاعك باش نشوف التبيع معناها كيف كيف فهمت لا بتبيع وشوف كيف تفعل هاي لا مش باش تعرف بيرسوناليتي صحيح ظلمتني سينو شوف اني الحقيقة راه معناها تسألي برشا الحقيقة مش أول عبد يسألني شنو الهوروسكوب نتاعك وشنو هو تو الهوروسكوب نتاعك برسمي الكونسير كونسير والعباد الآخرين اللي عرفتهم كونسير كيما هكا معناها فرد بيرسوناليتي عبد بركة كونسير هكا تحسهم تبيعتهم بيس برشا وكول وما يقلقهم شيء ياسر وانت شنو هي البرج نتاعك؟ لا تنجيم عندك يا ولدي ايه ديجا ما غير ما نستحقش معناها برج فهمتني اللي بارده اما راه مثلا فما برشا حكايات اخرين نحسهم كباترنز معناها اخزرني نفهم وراه الباترن اللي في مخك ولا البروسيدور اللي تعملها باش انك تلقى حاجه تقمر بها نوع نتاع عبد مثلا نجم يكون حتى اكسسوار ولا نوعيه نتاع لبسه كي ترى عبد تعرفته خايب شفت فيه الباترن هذاك ولا النمط هذاك تولي ديما تاخذ حذرك ترى عبد في نفس الكاركتير هذاك وهنا الهوروسكوب ينجم يكون حاجه من الحاجات هذوكم يعني كل عبد مثلا كونسير تعرف ويطلع خايب نهار اللي باش تتعرف على عبد الرابع كونسير معناها عقلاني برشا انك ما تكملش تعرف السيد هذاك خاطر احتماليه انه يطلع كيفهم كبيره اما لورس معناها الاسترولوجي قائمه على حركه الكواكب والليزاستر ما عندها حتى علاقه بالبيرسوناليتي ايش علينا في الموضوع يمكن ما فهمت اخي احنا علاش نحكيو على الاسترولوجي والله ضيعت انا بيجي سكت حديتك تكمل سينو انا راني ساجيتير شو يطلع ذا الحمل قوس قوس اه القوس ساجيتير وشني معروف عليه القوس علاش باش نقول لك باش نحكي لك على روحي معناها ولا شي معروف على القوس ليه اللي تعرف وانت تتبع معناها استرولوجي تتبع ولا شوي شوي الحقيقه مش ديما كي تعرضني حاجه كندخل نقرا وكل كها القوس والكونسير يمشيو ما نعرفش كومباتيبل ولا الحقيقه ما ليه ليه ظاهره كومباتيبل عطيتي نوت باهيه ولا خايبه سافا سافا باهيه وانت سافا حدينا ستار الله ليه تهنى شنو جابوا لك؟ لا يا مقرونة فريد مير وانتي؟ بيتزا أباي بالوجوة معنا بيتزا سوس بلانش كوش عليهم عارفوني نحب توسكي سوس بلانش وكل ما تحبش مقرونة فريد مير معنا؟ والله نحب خاطر نحبش نمسخ فمي هاي تبدل اوكي باش نحط لك الصحن تيا ما يرسل تحب البيتزا ذا رفيق؟ نعشق بيتزا وانتي؟ توقع وقلي بنينة ولا نحبها حتينا هلا حاجتنا بنينا اوريد فلاك زهبطت معناها مع الماكلة ما يسمعني اسمع جاني من الاخر شنو ما ريد فلاك زي تراهم في الطفل معناها ولا في الطفل ريد فلاك زمتي يعب طفل يكذب برشا وعنده برشا صاحبات وبنات اي ويجيب بنات للدار اها وطفل ياخذ فلوس ما عنده بنات هذه عادة الغلا خايبة على طفل ياخذ شنو ياخذ فلوس ما عنده بنات ياخذ فلوس من عند بنات شمعناها؟ معناها كيفاش فسر لك؟ عرفتك يعرف يقلب فيهم معناها؟ هكاكا لا تحكي على ولادك اللي يخرج مع طفله يقول لها خلص عليها وهات فلوس ولا يذوقكم والله حاولنا ما نجم شنو؟ كلكم معك ولو منهم برشا هذوما في تونس الحقيقه والله صدقني نسمع حكايات ساعات من بنات يحكوا لي مع مواضيع معناها وقفوا لي مخي معناها الحقيقه باللي عرفت ولاد انتوراجي العباد اللي نعرفهم صحاب صحابي ما عمري ما سمعت حكيت كيما هكاك ديما باش نقول لك ديما نسمع المواضيع هذه من البنات تاع ياخذ فلوس من عند طفله واعطيني 10000 تلقاها مازال كعرفه دونك برجولين نتصور هي غلطه بنات انهم يعرفوا ولاد من النوعيه هذيك وتكمل تمد ويقول لها هات وهي هي هي تاخذ تاخذ فهمتني غلطتهم نتصور لي شنو رايك انت المشكله في الاولاد يتولدوا من غير قدر وعندهم عاجي على الاخر ياخذوا فلوس مع الطفل لا هذيك متفاهمين فيها بصراحه متفاهمين فيها اصلا مش حتى بنيت معناها نورمالمون ما تجيش معناها
تاتيخ وسلف مرة في القرن استحقيد لا يربح. أما باش تمشي لطفلة مازلت كهرفتها عملها سبونسور أي ولا تهزها معاك للسهرية وتقول عليها باش تمشي معاك للسهرية باش تخلص عليك وباش تمد لك فلوس هذوك وما لحقتها بار فيك عارفة أولادة ما شاء الله ليه مش نعرفت ما نسمع حطينا كيفك لا بصراحة ما عنيش الشيء هذا الجملة زيادة ما يدورش معنا قلت لي مانا طفل يكذب طفل يكذب وعنده برشا صاحبات بنات واللي حكيناه توا سوجي نتاع الفلوس وكل شو بالنسبة لصاحبات بنات الحقيقة ما فهميش قلت لك بالنسبة لصاحبات بنات ما فهميش الحقيقة سينو بالنسبة لطفل يكذب هذه بالرسمي معناها إذا كان فيها حاجة تصلح بالفيدباك نتاع البنات اللي عرفتهم وكل شيء ديما يقولوا لي كان فيك حاجة تصلح أنك معناها ما عندكش كضربين اللغة وكل شيء ميم سي ديما العبيد كي تعرفوا في كونتكست كيما هكا خاصة ديما الحقيقة وجه السوق معناني ما نتصورش إنه أنت توا تحكي لي في كل شيء فاسون ديريكت وأونيت الحقيقة نستغرب كان تحكي معايا مش انت بالذات راهو اي عبد خاطر ديما العبيد يعطي وجه السوق صحيح كي تمشي تشري العبيد يبداو اونيت راهو مش العبيد الكل لا ماجوريتي تنجم تقول 90% من العبيد يعطي وجه السوق مش العبيد الكل راهو والله كان تشوف قد من اللي عرفت عبيد ونقول لهم سيب رواحكم واحكي معناها جوك باهي ما فماش مش باش نحكم عليك معناها احكي على روحك نحكي على روحي نكونوا اونيت واذا كان ما ظهرت حاجه ما نتفهموش فيها معناها بالعكس ما ربحنا الوقت علاش نكسروا في ريوسنا وقت اللي ظهرنا ما نتفهموش من الاول علاش تفلم عليا ولا تضرب اللغه ولا نفلم عليك ومن بعد يظهر الشيء هذاك جايينها جايين عرفت صحيح اما الحقيقه اللي لاحظته انه اغلبيه الناس عباره تمشي للجرون سيرفاس باش يحط لك ديما احسن كعبه غله من فوق جيت بعدها شويه تلقاها كلها معفنه معناها فهمتي صحيح والله كلامك لوجيك على الاخر عجبني عجبتني تخميمك في السوجي هذا حاطين تعجبتني ما شاء الله ميرسي وذوما ثقافة عامة تجيب فيهم ريد فلاكس ولا من الاكسبيريونس ولا كيفاه؟ ليه الحقيقة مش واحدة فيهم من الاكسبيريونس اي على ذكر الاكسبيريونس برشا هما معناها ليه معناتها مش معناتها ديزيكسبيريونس معناتها مع ديزيكس نجم يكون حتى ديزيكسبيريونس مع اصحاب فهمت؟ ليه زيكس؟ ليه بالجامعة معناتها انت ياسر تراك تتاقى في الفلة ولا كيفاش يقولوها خصنا لعبت حتى كامل يحكي بها كامل تفضل قلت لك مش معناها لي زيكسبيريونس معناها مع دي زيكس وكل ولا تنجم تكون حتى نحكي على اصحاب عادي اصحاب عادي معناها اصحابك بنيت تحكيوا لك حاجات صاروا لهم هكا من الريد فلاكس اللي قلتهم لك الكل راني حاجه بركه اللي صارت لي قبل وكها انا هي منهم؟ نتاع صاحبك يجيب بنت للدار صاحبك انت يجيب لها انت متاول الدار مثلا ويقعد هو وياها ويحكي ويتفرجوا في فيلم وكل علاش هذا كل تحسي له ما حبيتش انت تمشي انت يا اخي جاب واحد اخرين ليه هي الحقيقه انت متاول مقبل حتى ما يعرفني انا وكل وقت تسكن بحذيه ايمان عاد هم صحاب عادي معناها مش اي صحاب عادي هم بيناتهم حتى شيء ما تقلق معناها الحكايه فهمتك فهمت حقك الحقيقه صحيت وابار السيدة هذا فما اخرين معناها ليه ها هو العابد الوحيد معنا اللي صاحبته قبل يعني فما اكس برك هذا في الاوفيسيال وفي النوار شنيا في النوار يا مدام شنيا جاوك به اللي لازمك تفسر لي والله خاطر معناها فما عبيد توا سبحان الله المصطلحات طالعه برشا هاو سيتويشن شيب هاو درا شنو معناها عرفتك اللي يحكيو مع عبد وما يوصلوش لحد شيء اوفيسيال دونك ما يحسبوش هكا هو نورمالمون يتحسب معناها بون الحقيقه انا كي كنت صغيره معناها جون في الكوليج وكل الحقيقه صحبته وكل اما سوسون بادي ولا بسم الله مش ابدي على بكري ليه اخي صغر حسسني معناها انت ما صحبتش في الكوليج الحقيقه في الكوليج لا في الكوليج نتفرج في سبيس تون كنت تبع في الكابتن ماجد ما فماش شيء قلت لي انت قد عمرك 21 اوكي قلت لك في الكوليج وقت صحبت مارتين وانا نتذكر ما سون با دي ريلاسيون سيريوز لا ريلاسيون الوحيده معناها اللي كانت سيريوز هي مع الاكس هذيك معليش سمعت الكوليج ماهيش سيريوز ما حبوش يجيو يخطبوا ولا شنو ليه خاطر كنت صغيره هذه فلك معك سينو باهي توني فهمت الريد فلاكس نتاعك انتوا الحقيقه كلهم لوجيك معناها بالنسبه لك انت وانت شنو هي الريد فلاكس نتاعك يعني بالنسبه لي ريد فلاكس كيفاش نراهم هما راهم كما قلت لك باترنز معينين تراهم في عبد وممكن اذا كان يبداو الحاجات هذوما موجودين فيه فما بوتنسييل نتاع ريسك واضح هذا باش يفسر لك كيفاش الريد فلاكس مثلا كي تبدا طفله عندها اكثر من
اكثر من بارتنير قبل معني عرفت برشا اولاد هذا لازم يكون ريد فلاج. قول قايل علاش؟ على خاطر اي سلوك باش يعمل البشر قائم على حاجتين، الريسك والريورد، المنفعه والمضره. كل ما السلوك هذاك فيه منفعه برشا ومضره شويه يكون عقلين ولوجيك هكا ولا. واذا كان السلوك هذاك المضره نتاعو برشا وما فيش حتى منفعه معناها بهيمه انك تعمله ولا ما تقالش كلمه بهيمه في الواحد يعني من الغباء انك تعمله. مش نحكي عليك انت، نحكي في بالي في بالي صحيح، نحكي على البشر اون جينيرال. دونك منطقيا وعقلانيا واقتصاديا ما تعمل بيهيفير ولا اختيار كان ما يكون المنفعه نتاعو اكثر من الريسك نتاعو. به معك. يقول القائل مالاش ندخل ان طفل عرفت برشا ولاد قبل في حاجه كيما هكا انها تكون ريد فلاك؟ على خاطر مثلا عرفت نقولوا احنا 10 من الناس وبيان سور ما كملت مع حد مادام نتعرف عليها يعني تو معناها فهمتني. معناتها طفله ماهيش سيريوس كي تصحى برشا قبل برشا حاجات مثلا هذا ابار انها ماهيش سيريوس، هذا يعمل لها مشاكل، هذا عقدها من اللي يجيب بنات لصحابه للدار. اش عملنا ما نجيبوش بنات؟ ايش تقصد؟ هذا عقد هذا عقد ليه نحكي اون جينيرال هذا عقدها ولات ما عندهاش ثقه في الاولاد، هذا عمل لها مشكله، هذا عمل لها تروما، هذه شنو بسيكاتري نقعد نتعامل معاه الشيء هذا الكل فهمتني. دونك من العقلاني انه ما نعملش شوا نتاع انه الطفله عندها نجم تطلع جوا بيه راه مريقله ولا معقد ولا شيء، اما احتماليه انه يكون عندها باجج هكا وبرشا تروما وبرشا مشاكل نفسيه فهمتني. انت كي باش تمشي تاخذ كهربه معناها ماذا بيك الكهربه مش ماشيه برشا باش ما تتعطلش، مش نقارن في المراب الكهربه راه نقارن في الشوا نتاع تاخذ كهربه والشوا نتاع انك تعرف عبد. مش نقارن بين الكهرباء والمرأة، نقارن في القرار في العقلانية متاع انك تختار تعمل قرار معين ولا سلوك معين. دونك لازمك تيفيتي ريسك لوماكس. كيف مثلا زاد الشراب الحقيقة راه ريد فلاج الحقيقة. تشرب انت؟ لا طولت اللي شنو؟ حاجات طولت اللي المهم قلتها معناها كتويتي ويتت حليت اللي ها به مش على خاطر الشراب ولا خاطر الكول في حد ذاته. الحقيقه نرى اللي مثلا كان طفله تشرب حقها وامورها وجوها به، اما المشكله انه هي كي باش تشرب ما نتصورش تركش في دارها وتشرب وحدها، يعني باش تمشي في قعدات معينه والقعدات هذيك باش تكون مخلطه وسهريات وغاديك نجم يصيروا برشا مشاكل وحاجات احنا في غنى عنها. معني صحيح كلامك صحيح. موافقتني معني هي موافقتك هي ليس هي كل شيء موافقتك فيه ما شاء الله ما شاء الله. هذا كل ما ريتنيش ملي كنت راني ليه مش نقص كل شيء ما فقدتك فيه معناها عجبني تحكي فيه. موافق كما مش عاجبك ليه فما حاجات عجبتني فما حاجات ليه انا اللي مش عاجبين فما نعرفش فما في الجينيراسيون اللي طلعت توا فماش برشا ولادك ما يحبوش طفله تشرب وكل كتحس هكا وخاطر الجينيراسيون اللي طالعه توا يا كرهبت كمال فهمتني كيما شنو دي غنيش علينا فيها كلامك كامل رني رني انت لين على جينيراسيون يا ودي اسمع كلامك كامل وانتم ما كربتش نيا لا احنا ما غير كرب على ساقين كعب هي كما احنا على اي دونك معناها جينيراسيون هذه الاولاد ما يقلقهمش معناها لازم يتبعهم. قلت لك كاني شويه نتاعي مبني على حاجات لوجيك ديجا انت قلت لي لوجيك اي دونك من حقي انت ما تقلقيش معناها انه الطفل يبدا عنده اكسبيريونس هكولا اكسبيريونس فيش بالضبط معناها عرف قبلك بنات معناها ليش اغزر فما فرق بين طفله وبين طفل. صحيح. طفله تقلق اما طفل ما يقلقش خاطر بسم الله ما شاء الله ياك موافقه انت من شنو مقلقك معناها ليه دي اكسبيريونس قبل عادي ما وانت معايا تبدا عندك الف طفل تحكي معاها ما عادش اكسبيريونس عاد هذيك ليه كي قاعد تولي حكايات اخرى علاش باش علاش باش تربط روحك بشكون وتخلي شكون معناها معاك وانت ديجا قاعد فلرت انت ظاهر فيك متليعه ليه زعما علاش برجو ليه حسيتك متليع ما انا حسيت تخنت قبل ليه خنت قبل ليه ما تجيش يا خنت يا تخنت علاش عبد مانيش متليع اول حاجه اما ما لازم نكون يا تخنت يا خانوني معناها ليه الحقيقه فاتك معك ومغياره في المعقول معناها الحقيقه ما نفكرش صاروا مواقف هكا نتاع كنت ايراشنال ولا غير عقلاني خاطر الحقيقه اللي عرفتهم بصراحه جوهم باهي ما يلزولهاش هو على ذكر ما يلزولهاش انت كيفاش معني الحقيقه حاسه ما فهمت اللايف ستايل نتاعك جوك به قهوه مره انا جوك به على الحق شنو تيماك عندك زوج صحاب ولاد اي زوكم على الحقيقه حتى كان باش نولي النهار اون كوبل راهو نقطعهم نقطعهم نقطعك نسال فيك يا ودي نسال فيك شبيك
فهميش من نخسر حد على خاطر حد، انا خاطر خالتي لا باش نخسرهم الزوز كان باش اي هما انت تسني تعتبرهم بيست فريندز ولا هكا؟ اي بيست فريندز على الاخر والله. اي دونك كيفاش عرفتهم؟ قريتوا مع بعضكم في الصغر؟ لا عرفتهم اترافير دي زامي اخرين، عرفتهم انت في الكوبر؟ في الكوبر اي اي هي هو ومعناها نهارت قدر الله تتخطب ولا موضوع معناها قدر الله تتخطب سعيد الحظ معناها فهمت مش تقول له راهم هذوما باش يجي معايا في الزواج فماش حجر هنا تحطوه نشم فيه هذي سي سي قلت لك سعيد الحظ نهار اخر معناها باش تقول له باش نجيبهم معايا في الزواج ولا كيفاه؟ مانيش باش نجاوبك مش بتجاوبني والله كنت تحكي بالحق بالحق معناها انسانيني معناها نصور سؤالي تسألك تسألك يا افيك جونتي اسموش سعيد الحظ اللي باش يخطبك او سعيد الحظ ما انا قلت لك تعيس الحظ اه ليه قلت تعيس الحظ انت قلت لك سعيد الحظ بالله ارجع للفار سامحني في بالي قلت تعيس الحظ اللي نجم نعرفهم عليه ونعرفوا عليهم ويعرف اللي هما جاوهم باهي معناها ماهمش عباد خايبين يا ودي اكيد جاوهم باهي مادامكم صحاب معناها فهمتني اكيد جاوكم باهي اما كمان معناها فما حاجات اللي ما تجيش معناها مثلا تصورها يعني جيت قلت لك عندي اصحابي المقربين برشا البيست فريندز زوز بنات لا الحق ما نقبلهاش ريت كيفاش تو بالله العظيم ريت كيفاش سهره الحياه ممكن تحط في نفس السيتواسيون وقتها نحط روحي في بلاصتك كما لحظه نخملها شوي ريت ليه ما تساعدش هكا ريت كيفاش محليك تفهم ليه كيكا كومبريونسيف عايشك معناها انت مستعده انه مثلا يا اخوي ما قلتلكش اقطعهم يعني نفضلك معاك معناها مستعده انك اذا كنت تعرف عبد ويكون العبد ذا الانتنشنز نتاعو ناوي على الخير وكل شيء مستعده تحط دي ليميت معينين للاصدقاء الحقيقه باش ما نقولكش ليه ما نقولكش اي نجم نجم اما مش ما نقولكش ليه ما نقولكش ايه هم النجم ليه معناتها مش نقطع العلاقه اما النجم نولي نحكي معهم ساعات نخرجوا ساعات مش ديما كيما توا معناها فهمتك معني على قليلة مستعدة انك تحط دي ليميت معينين على قليلة محترم من رأي للي نجم وطفلك تبدا عندها دي تتواج ريد فلاك بالنسبة ليك ولا بالعكس جرين فلاك على الاخ وانت عامل تتواجات ولا بكل تتواجات ابو فادك معك فادك ما عنديش حتى انا خلت امبوسيبل الحقيقة عليش امبوسيبل خاطر طبيعتك ماهيش تاع عبد يعني باش مغلق معنا هاي 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 هكا معناها نجم راهو وغزر راهو الاراء والافكار ماهيش قوالب معناها نلبسوه معناها نجم نكون نخمم هكا وفرد وقت نخمم هكا وفرد وقت نعمل تتواج معناها ديجا نتصورك باش تتفاجئ كي تراني عليه؟ هكا تشوف انت عامله تتواج؟ انا ديجا هكا عليه ريتهم في ديك هكا عليه قلت لك جرين فلاك على الاخر وين شفته؟ بكري كيما اديت لي عندك حكايه في صبعك هذا ايه ريت كيفاه مركز ولا مش مركز؟ مركز حتى انا ركزت عندك بواصلي في يدك سيلفر هايلة باهية ايه انت احلى يعجبوني انا الاولاد اللي يلبسوا اكسسوارز وكل بالله فوالا لا تلقى جديد الكل عنا عطيتينا تباهية ولا باهية بخير من قبيلة قريبة برسك نفس النوت وانت انا زي خير من قبيلة شنو هبط لك؟ تاخت نورمالمون وانت؟ تقريبا نفس الحكاية باش؟ فرامبواز نورمالمون فرامبواز تحب ذوق نتاعي؟ نحب تشا غير صحيح هيك ذيك علاش قلت لك خاطر نحب الفرامبواز اما واش باش يرجع لك راه صحنك؟ ما كيفاش يقولوها يا ما يغلاش عليك مالا وينك؟ باهي تشا سي بوغ توا هذوما ميرسي عليك هاي كيفاش في ال شنيا الدريم جاي نتاعك؟ الدريم جاي نتاعي يبدا اطول مني قد طولك؟ انا مترو 67 لازم اطول منك؟ طبيعه وكي يبدا اقصر منك شنو عملنا؟ لا كيكا ما نوصلوش اصلا للتصحي هاي معناها ما توصلوش للتصحي ما توصلوش لحاجات اخرى معناها شنو الحاجات الاخرى؟ صديقة مثلا اي صديقة النجم عادي وعليش؟ ما تحسش اللي طول حاجة سطحية شوية؟ ما نحبش طفل أقصر مني الحقيقة ولا فرد طول نوايا اي ما تحسيش حاجة مثلا ما تنجمش طفل يصلحها معناها هذيك جينيتيك نتاعو فهمتني؟ اي لا دين هذيك
هي تاي يلقى طفل اخرى مثلا ترضى بيها كيك. المشكله حسب ما سمعت البنات الكل مساكن ما حبش يرضى بها، رغم اللي راهم عز الناس الشورت كينجز. عز الناس راهم القصار. رانا صارنتي قصيره؟ راهم متر 86 متر و طبعا معني متوسط. اوكي باهي 86 تا ما نعرفش بالضبط ما ظهرلي باهي. وابار الطول معناها يكون اسمر شويه، شعره اكحك كيفاش يقولوها هاي الكلمه، حرجو ولا فازل الاكحه؟ لا حرجو اكحل اكا عينين شعل وحوايج بكحل وشعر اكحل لحيه كحله بيان سور معناها اسمر مش يكون شعره اسمر كمان. ويبدا هكا بدنه كيفاش فسر، يبدا بدنه معناتها مشكله برشا، اما يبدا عنده فورمه في بدنه مزيانه على الاخر. فهمت حق ممكن يبدا قصير ومش مشكله. قصير ومش مشكله اني قلت لك ما نوصلوش للصحي. ما تحكيش مع جمله السلامه. لا حق. وانت كيفاش تحب على الجيم جيرل نتاعك؟ انا الحقيقه نحب مراه صالحه، نحبها طيب الرشته وتغسل المعون. طيب الرشته تغسل المعون؟ ها ليه نفدك معك الحقيقه. المهم طفله مريقله تفهم. تفهم معناها كي تفسر لها حاجة ولا تقول لها حاجة باللوجيك، مش باش تقول لها يصير هكا وما يصيرش هكا. أنا عجبتني فسر رشتة والمعون الحق، شخت عليها عملت جو. يا أخي أنت ما تعرفش طيب، أنت براونيز وإندومي. شو مدخلك في المرأة الصالحة؟ ليه نحكي لك على أنت معناها نحكي لك على المونتاليتي نتاعك عجبتني. يا ودي نفادلك. بالله هذايا فازة ميمز معناها معروفة فيسبوك وعاودة يفادلك. ما عنديش فيسبوك مين نعرفها انا. وشنو هي الحاجه اللي تركز فيها في الطفله ديك تشوفها معناها في بدنها معناها طبيعتها بس المؤهلات وجهها اذا كان هكا وجهها مستحب وجهها باهي معناها الحقيقه باقي كل يتعدى. فهمتني اجابه دبلوماسيه عجبتك؟ عجبتني ياسر. هاي باهي في الكاركتير شنو اللي تحب وشنو اللي تكره في الكاركتير؟ والله الحقيقه قلت لك فما حاجه ديجا نسيت ما قلتها لكش من بكري. حاجه نفد منها على الاخر انه كتبت طفله ماتيرياليست. حتى نفد منها الحق انه طفله تكون ماتيرياليست ولا انه طفل يكون ماتيرياليست. صحيح حسوس خايبين سينو الطفله اللي معناها تخمم بالطريقه هذيك كالجولد ديجر كالماتيرياليست. علاش يعني ما تعجبنيش وجيني ريد فلاج؟ على خاطر الشيء هذاك يدل على برشا سطحيه. اذا كان انت مثلا نقعد وتقول لي يا محلاها منقلتك يا منقله من الماركه الفلانيه يا محلاها كرهبتك، اش معناه؟ معناه انت ما غزرتليش هنا، انت غزرت لي الموارد اللي عندي لي ريسورس معناه. فهمتني؟ دونك هذا يعكس لي بريوريتي نتاعك في مخك، هذا يعكس انت شنو طموحاتك وشنو الحاجات اللي انت حاططها في المرتبه الاولى في الدنيا، اللي هي حاجات هيدونستك وحاجات فانيه، حاجات دنيويه تعيسه على الاخر، ماهوش نورمالمون ديجا احنا في البلايند ديت تو، معناها نورمالمون نتعرفوا على بعضنا من غير ما نراو بعضنا، نتعرفوا على الجوهر نتاع العبد هذاك، شنو هما القيم نتاعو، شنو هما آراؤه. باش نجمو نعرفو نتفاهمو ولا ومن بعد الراو السطحي الطول العرض الارتفاع الزين. فهمتني هيك علي؟ اما هوني كل حد معناتها البوان دو فيو نتاعو، مش تجي انت تفرز رايك وتقولي راهو ليه وطفله كيكا ليه نحكي على روحي حقي بريفيرونس نتاعي، ما نحبش طفله ماتيرياليست. سبحان الله نحس اللي الطفله هذيك مخها سطحي برشا واولويتها خايبه ياسر ومركز على حاجات خايبه ياسر، معناها يلسو فيه تلقى وحي داخل كرهبته خير مشينا باع وروح. فهمني دونك ماذا بيا الطفله تركز مع حاجات خير، تركز مع الجوهر. على قليل الطفله هذيك تبدا مش نقولوا راضيه بيك وانت ما عندك شيء، اما اللي عاجبها ماهيش حاجات فانيه تتبدل بسهوله. فهمتني؟ خاطر نجم نكون اني توا الثري العربي، فهمتني؟ عندي برشا فلوس. اي وش نعملوا كان التجاره تطلع وتهبط البورصه تطيح فلوسي تمشي شنو؟ فهمت؟ هل هذه انسانه نجم نبني معاها عائله مستقبل؟ مرهونه في زوز فرانك يمشيو؟ كلامك صحيح. فهمت لوجيك على الاخر وفهمتك. ميرسي. على فهمتك هذيا تاخذ ورد. ميرسي. شنو قلت لك حاسين بالدنيا؟ سي بوغ موا هذايا ولا ماهيش سي بوغ موا؟ سي بوغ توا هذايا. ميرسي على الورده. دريان. عجبتني برشا. اي باهي مش جايبهاني راهم عاطينها لي. شبيكار يا اخي. تيان سي با بوغ توا هذوما يرجعوا لك اوكي؟ اوكي. ها شنو الجو؟ والله تحسنت شوية. حتى أنت شوية؟ إيه نقصد برشا معناها. شوية ما تقصد برشا فهمت؟ تحسنت. حتى أنت تحسنت الحقيقة. بالحق برشا ولا شوية؟
برشا برشا. ناو تنحل حيط نحل طيح هو الحيط. كيفاش حصيلو حسما حكينا وكل شيء، كيفاش تتصور نطلع؟ طويل شوية يعني كشهل وأزعر حسيتك. شنو أزرق؟ أزعر. أزعر. شبيك شبيك. كله صحيح. بلي. إلى حد ما. وأنتي كيفاش تخيلتني؟ والله حسب المخالب والليفور اللي عملوا فيه باش ركبوه. ثلاث مرات نقولك ما اسمه مش مخالب. الويفر والليفور اللي عملوا. مخالب شو اللي نمشي نيخو غونديفو ونقول له نحب نعمل مخالب. قلت لك حسب معناها الذويفر والفوزونغ والمرمى اللي حلوها باش ركبوا لك كل واحد نورمال ما لهي بروحك برشا معناها ما شاء الله مزيانه وكذا. نتصورك بيضه طويله مش طويله بيضه قصيره زعره كما قلت انت هي مش زعره برشا نحسك حسك كالبرونيه تما ضاويه لمنوزيتي طالعه شوي كو نحيو مرات واحد اثنين ثلاثه صحيح اهلا وسهلا اسلام لاباس انت شنو صدمت ولا مازلت خليك ها منظر واحد مغلق ايه على الاخر قلت لك يعني باش تصدم كيما تصورتني ولا لا الحقيقه لا ما توا فهمت علاش كي جاي راك بالك في الوحده يقولوني لا مش هك قريب شويه ممكن مش هك وانت كيما تصورت لا جمله ريت قلت لك شي تصدم مش بلي شك الحق كيف نشوف الريزولتا فما دي تاخر ولا وري سلامات سلامات على الاخر زين بتاع شنو انا كيكا مانيش نفس الميثود دو فيو مانيش نفس حطيني هذاك علاش راه مش انا حاسه تحس كلي فما حيط مانيش كون بس كان فما حيط عرفت ما تفهموش برشا تحس في مش ما تفهموش جمله باش ما نخرجش شرير برشا باش نعطيك كادو باش تقعد دوش عام كامل على ظهري بربي والله عندك سبونسور نتاعنا اليوم لنا فما شامبوان بري شامبوان وسيروم ميرسي هاوكا المخالب الشعر صرف معناها فضل ميرسي عجبك الكادو عجبني الحقيقه برشا هاي باش تبدل الريبونس معناها في جرة الكادو لا 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 خليها مش لك الدرجه كيفاش من علاش نو معناها خاطر عندي شكون عندك شكون وجاي بلاين ديت لا الحقيقة أنا جيت خاطر عجبني الكونسيبت وكل حبيت نجرب وملي جاية معناها حتى في مخي باش نقول نو بسم الله ما شاء الله جوست على الاكسبيريونس ريت قلت لك جينيراسيون جديدة كربت كمال ريت كيفاه إن شاء الله حاسيلو يشوف معناها في الأخر اللي حاطين زوز نو معناها باش ليه ما تكعبرلكش معناها لي مش حكيت تتكعبر لي ما نو لا بجاب ربي نو معناها ما كانش ولد تولي قلت لك كيبا نتاع هوند ولا نتاع فولي فهمتني شنو هي كيبا نتاع هوند؟ هذيك هي معناها زوج صحاب ولاد وواحد في غادي وواحد في البلايند فهمتني برشا لا 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 تو انا نقول لك تو اذا باش يقصها معايا طفلك باش يا ودي انت نفحه جايه تو انت بربي عاودها عاودها يقصها من هاي هو لي 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 انتم برشا مازلنا 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 بالله مازلنا اعطيني راه عندي شكون في البيت جاي عادي نلعب والله باش يقصها من هاي لي 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 اجيك راه كيميل وفولي واحد في البلاند لي مستحيل جيتي ليه على الاقل فما حاجه تهز بعضه لي لا ودير حط شاي اي سايبني فيك هاو جيتنا الاديسيون يا متقاربين معناها قلت لي في لايف ستايل ثلاثة عطيك ثلاثة في ريد فلاج تعمل لي حسنت اي واحد من ثلاثة لواحد حسنت ايش باش نقول لك بالله لو ليزني عندك شكون وجاي وحاط نو وعديناه عارفة روحي باش نحط نو من الاول تهنى معناها اي عاد على القليلة امشي معايا كوريكت قول لي راني طيح لي 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 بالحق في لايف ستايل حطيتك شوية ما في ريد فلاك وفي شنو هي في الدريم 7-7 انا ما شاء الله القلب على الخلف فهمتني ان شاء الله تكون عجبتكم ليميسيون عملنا فولو على ماتش في يوتيوب تيك توك انستغرام وفيسبوك